إجراءات أوروبية للضغط على الدول المصدرة للاجئين. استياء كبير في النمسا من التشيك بسبب دفن نفاياتها النووية على الحدود. ثلث سكان النمسا يعانون من صعوبات في دفع الإيجارات وتكاليف الطاقة. النمسا الثالثة أوروبياً في الإنفاق الاجتماعي. ومخاوف من تفشي إنفلونزا الطيور جنوب البلاد. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. اتفق وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي على إيقاف المساعدات الاقتصادية ومنع تأشيرة الدخول لكل دولة تمتنع عن استقبال مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم. وبحسب موقع هويتا، قال المتحدث باسم وزير الداخلية: هناك إجماع واسع وتم تطبيقه مع دولة بنغلاديش، وتطلب المفوضية من الدول الأعضاء أن تفعل الشيء نفسه مع البلدان الأخرى. ويذكر أن في النصف الأول من عام 2022 تم ترحيل ما يقارب من 40,000 من أصل 180,000 مهاجر إلى بلدانهم، أي بنسبة 19% فقط، وفي النمسا وصلت إلى 40%. طالب ستيفان بيرنكوف نائب عمدة النمسا السفلى والناشط راينهارد أوريغ باتخاذ إجراء عاجل ضد دفن النفايات النووية التشيكية بالقرب من الحدود النمساوية. وبحسب صحيفة كرونا، تعمل براغ على تأجيج الأوضاع من خلال قرار تشريعي يهدد النمسا، لأن النفايات تشكل خطورة كبيرة، حيث يقع مفاعل تيميلين على بعد 48 كيلومترا من النمسا. يذكر أن 100 طن من النفايات النووية تتراكم كل عام في المحطات النووية التشيكية التي قد تدفن بالقرب من الحدود النمساوية، وتم تسليم أكثر من 20,000 توقيع إلى وزيرة البيئة لرفض هذا الإجراء. حذرت غرفة العمل ومنظمة فولكس هيلفا في فيينا من زيادة عدد الأشخاص الذين يتعرضون لضغوط مالية بسبب تكاليف السكن والطاقة، مطالبين بإغاثة فورية ووضع حد أقصى للإيجارات. وبحسب وكالة الأنباء النمساوية، أكد توماس ريت الخبير من نقابة العمل أن 30% من سكان النمسا يخشون أن لا يتمكنوا قريبا من تغطية تكاليف السكن. وحذر ريت من ازدياد المشكلة في شهر أبريل، حيث هناك خطر زيادة بنسبة 9% تقريبا في إيجارات المباني القديمة. احتلت النمسا المرتبة الثالثة أوروبيا بين الدول التي لديها أعلى إنفاق اجتماعي في قطاع الصحة والأسرة والرواتب التقاعدية. وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن النمسا جاءت بعد فرنسا وإيطاليا، وأن إجمالي ما تم تخصيصه من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي كانت 29.4%، حيث تشكل الرواتب التقاعدية الجزء الأكبر من الإنفاق. وذكرت المنظمة أن الإنفاق الاجتماعي قد زاد بشكل عام مقارنة بعام 2020. اكتشفت هيئة الصحة للغذاء في النمسا حوالي 2600 دجاجة مصابة بإنفلونزا الطيور جنوب شتاين وأمرت بقتلها. وبحسب أورف، تم إنشاء منطقة عازلة داخل دائرة نصف قطرها 3 كيلومترات ومنطقة مراقبة حول المنطقة المصابة، ويمكن رفع الإجراءات في منطقة المراقبة في موعد لا يتجاوز 30 يوما. وتناشد الدولة الامتثال لإجراءات النظافة والإبلاغ فورا عن الطيور المائية النافقة للطبيب البيطري المسؤول. مع انتشار الوباء نتمنى السلامة للجميع.
كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لا تنسوا المشاركة والتعليق والإعجاب على أخبارنا. كنت معكم أنا أسامة، ونتمنى لكم طيب الأوقات وإلى اللقاء.